السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه AI Reality.Tech، ده بتديله تكست برومت ويشحوله لك بقى صورة، لا يحول لك المجسم، لا مش يحول لك المجسم، يحول لك الاوجمانتد رياليتي. تمام، يعني مجرد تكتب اي حاجة انت عايزها، عايز تكتب مثلا انا عايز مبنى معماري، فيبدأ يعمل لك المبنى المعماري دوت 3D ويعمل لك اوجمانتد رياليتي، بحيث انه اوتوماتيك يظهر معاك في الكاميرا بتاعتك حاجة مثلا بالشكل ده، قال له عايز قمر مثلا، فبدأ يظهر معاه اي شكل انت عايزه، بحيث ان انت تقدر تعمل شرح لاي حاجه انت عايزها تبقى اوجمانتد رياليتي. هما دلوقتي في جوينت ويت ليست، بحيث اول ما تسمحه تكتب الويب بتاعك يجي لك حاجه يقول لك ان انت من حقك ان انت تجرب. وفي برايسنج اللي هي السعر، تعال نشوف الاسعار بتاعتها. اه بيقول لك ب$5، بيبدأ من $5. تمام، فدي حاجة جميلة جدا، يعني لو حد حابب ان هو يجربها هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. في تطورات رهيبة، هو رابط تكنولوجيا تحويل التكست لصور وتحويل الصور 3D وال3D لـ Augmented Reality في خطوة واحدة.